السعودية ترفض التطبيع مع إسرائيل، بينما فلسطين أكبر مطبع لإسرائيل ويتمنون العمل في إسرائيل. وش عملهم؟ عمال يبنون المستوطنات الإسرائيلية في أوطانهم. منصة التحقيقات العربية إيكاد ترصد قيام حسابات على مواقع التواصل بحملة ممنهجة لزرع الفتنة بين الفلسطينيين والخليجيين، خاصة السعوديين. الحسابات تدعي أنها فلسطينية وتحرض ضد الخليجيين، مصورة الفلسطينيين على أنهم معادون للعرب. الحسابات مرتبطة بلجان إسرائيلية وتنشر بشكل ممنهج مقاطع وصورا وتغريدات تعزز رواية التطبيع عبر تشويه سمعة الفلسطينيين ونظرتهم للخليج والعالم العربي. أبرز حسابات الوقيعة: الفلسطينيين، نو كونتكست، وحساب دم فلسطيني، اللذان ينشران محتوى متشابه المضمون يعكس أن الفلسطينيين كارهون للخليجيين ومنكرون لمساعدتهم. شو بدهم من القضية الفلسطينية اللي جابت لهم الويل والخراب والدمار؟ الحسابان تبين ارتباطهما بحساب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين من خلال لجان تتفاعل بينهما، وأعاد كوهين التغريد 10 مرات من حساب الفلسطينيين نو كونتكست خلال 100 يوم. الحسابات ارتبطت بحسابات الأكاديمي الإسرائيلي مائير مصري ومقدم البرامج السعودي لؤي الشريف والكاتب السوري عبد الجليل السعيد المقربين من النظام الإماراتي. الشبكة المتفاعلة حول تلك الحسابات المركزية ضمت 9,000 حساب، 7.2% منها اعتمد للتغريد على تويتر ويب آب، ما يوحي بوجود لجان منظمة تغرد من مراكز إلكترونية للتحكم في الحسابات بشكل جماعي. اللجان الرابطة بين الحسابات المركزية تبين أنها تعمل لصالح جهات سياسية محددة مرتبطة بالإمارات وإسرائيل، وهي تعزز محتوى الشخصيات العربية المؤيدة للإمارات والشخصيات الإسرائيلية المؤيدة للصهيونية.